هاد الناس هادو كنا شرينا من عندهم، دفعنا الثلث ديال المبلغ نهار الاول، وقالوا لنا بانه 18 شهر راه تكون الامور يعني كلها 18 شهر بان تكون الامور يعني جاهزه. سنينا 18 شهر، دار 18 شهر ما كاين حتى شي حاجه. داز تقريبا واحد ربع سنين، دابا القليل فينا راه شاري، عنده دابا 7 سنين بدا باش شاري، هذا هو الاول واحد شاري، دابا شاري 7 سنين. كاين اللي شاري في 2014 2015 2016 2017 كل. من بعد داز تقريبا شي ربع سنين عاد عيطوا لينا بان نكملوا الفلوس ديالنا. فعلا جينا كملنا الفلوس ديالنا، سجلنا، قال لك سير عند النوطير باش تسجل وتحفظ. مشينا فعلا، مشينا عند السيد النوطير، سجلنا حفظنا، قلنا الحمد لله واخا تعطلنا ما كاينش مشكل. ولكن ملي مشينا على السلطه المختصه اللي الخاصه بالتعمير باش ندفعوا المسائل ديال الحصول على رخصه البناء، دفعنا الطلب ديالنا، ولكن تنتفاجئوا بانه هاد السلطات المختصه تتجلى في المقاطعه، مصلحه التعمير المقاطعه ديال سيدي عثمان، تيقول لك تيرفضوا لينا بدعوى انه هاد الجزئيه لازم تتوفرش على شهاده تسليم مؤقت. في حين انه هاد الا ما كانت هاد الشهاده هذه راه ما يمكنش لهاد اللي تيتر يخرجوا، ما يمكنش نهائيا قانونيا ما يمكنش يخرجوا اللي تيتر ما دام انه شهاده تسليم مؤقت. دابا حنا دابا من بعد هذيك ربع سنين زدنا واحد ثلاث سنين اخرى وباقي نفس الطماطو لحد الساعه الان، تبقي نفس الطماطو بلاتي شويه بلاتي كذا. قال لك راه كاين واحد سنينا واحد بروتوكول مع السيد الوالي والسيد العامل ومع الوكاله الحضاريه والجماعه، راه غادي معلوين ولادك. الناس تيقول لك راه سينا وسينا وسينا وسينا، ولكن لحد الساعه تيقول لك راه صافي امور قريت، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. حنا دافعين، كل اللي دافع 140 مليون، كل اللي دافع 160 مليون، كل اللي دافع 180 مليون، القليل فينا دافع 140 مليون، وزيد على التسجيل التحفيظ والاتعاب ديال 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 النوطير، يعني القليل فينا راه واصل 160 مليون 170 مليون، في حين بحالنا ما عندنا حتى شي حاجه. هي بقعه راه عندك، ولكن راه بحال قانونيا بحال تتوفر على ارض فلاحيه، في حين انا ما هاد شهاده التسليم المؤقت راه ما كايناش. حنا تنشوفوا هاد الناس علاش هاد الطماطم، علاش شنو فين كاين المشكل؟ احنا المهم احنا كملنا الفلوس ديالنا في هذه شركه ابرار، ودابا واقفين حنا البوميام كيقول على حساب الاخر الهضره اللي قالنا، قال لك الطريق مسدوده. حنا مده دابا خمس سنين حنا دافعين الفلوس ديالنا وما خدينا حتى شي حل، حنا باغيين نبنيو وما لقيناش، باقي ما لقينا حتى شي حل. كيقول لك اليوم هذه السيمانه هذا الشهر هذا ثلاث شهور اربع شهور، ودابا حنا مده خمس سنين، واش راه بزاف حشومه. وعندنا شهاده الملكيه، وملي كنجي نشوفو كيقول لك لا راه ما عندكمش الحق باش تبنيو. حنا اللي بغينا، حنا الاستفسار بغينا نعرفوا اشنو هو المشكل بالضبط. بغيت نعرف اخويا، انا مشيت انا خلصت واخد شهاده الملكيه ديالي، وملي مشيت اخويا عاد درت المهندس بغيت ندير البلان، قال لك لا ريسيبسيون ما كايناش. اذا دونك بغينا نعرفوا شكون هما هاد المسؤولين اللي خرجوا هاد لا ريسيبسيون، باش من حق اش من قانون. دابا انا ربع سنين وانا مخلص، علاش غادي تحسب عليا الارض العاريه؟ علاش غادي نخلص الارض العاريه؟ شكون هما هاد الناس اللي ساعدوا هاد الناس سهلوا لهم هاد المسطره باش يخرج التيسر؟ التيسر ملي خاصو يخرج خاصني ناخذ التيسر ديالي، خاصني نبني. علاش حابسيني دايره لي البلوكاج انا ما نبنيش؟ شكون اللي غادي يحمينا؟ فينا هما المؤسسات اللي كيحميو؟ حنا راه في دولة الحق والقانون، هادشي ما خصوش يكون. وتقريبا واحد 351 بقعة، 351 بقعة تقريبا اللي واخدة التيسر، تقريبا أكثر من 100 اللي واخدة التيسر. كملت لي من الفلوس ومشيت عند النوطير باش تسجل وحفظ، وما بغاش النوطير يسجل لي وحفظ، ودفع لهم فلوس كاملة 127 مليون. قال لك حتى تجيب لنا اوراق من باقيين حابسين. اللي داروا الناس انا منهم. وين اللي انصفنا؟ احنا بغينا حل مع هاد الناس.